أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن جماعة كنا في سفر، ولما نزلنا للصلاة صلينا المغرب أولا، ولما انتهينا من الصلاة جاءت جماعة أخرى فصلت المغرب فأردنا أن نصلي معهم العشاء، فأما أحدنا فدخل مع الإمام من أول ركعة، فلما انتهى الإمام من الركعة الثانية انفصل عنه، وأما أنا فإني انتظرت حتى صلى الإمام ركعة ثم دخلت معه في الركعتين الباقيتين. السؤال: أينا المصيب؟ كلكم مخطئون، كلكم مخطئون في هذا العمل. صلاة المغرب ما تدخل معها بنية القصر، إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب تكمل أربع، إذا سلم من الثالثة تقوم تأتي بالرابع، ولا تقصر خلف المغرب. وكونكم تصلون أنتم لحالكم تقصرون أحسن من دخولكم مع الإمام، لكن إذا دخلتم فإنكم تكملون الصلاة، إذا سلم الإمام من الثالثة تقومون وتأتون برابعة، ولا تقصروا خلف المغرب. لكن ما حصل من باب الجهل، ومن نرجو أن صلاتكم صحيحة، لكن لا تعودون لمثل هذا الشيء. نعم.